السيدات والسادة، صبحكم الله بالخير. أهلا وسهلا فيكم مع قهوة أو تحفيز قهوة الصباح، عسل السدر. لا إله إلا الله. قوفة يا أخي، القوفة طعمها جميل. أنا لا أعرف أين كنت عنها في السابق. أي واحد يشرب قهوة لم يجرب القوفة، بودة القوفة أيا كانت، صحيح قوفة سيلان أصح، لكن حتى القوفة الثانية إذا أنت ما كنت يعني تستخدمها بشواها وبتستهلكها بشكل كبير، فستأخذ فوائدها لن تضرك الأمور القليلة البارة اللي فيها، اللي قوفة أكاسيا. بسم الله. السلام يا سلام، طعم القوفة مع الحليب مع العسل مع القهوة، بس إنه لو نقلل العسل شوي، بس الحين أزيد على حليب يتعدل. عموما حينما كنت مراهقا أو في سن 18، كنت تحرص جد الحرص على أن تحيط ثقتك بنفسك بحماية شديدة بحيث لا يخترقها شيء، لأنك كنت تعرف أن ما يجعلك تعيش في الحياة وتستمر بين الناس وتقوم بما تريد القيام به هو ثقتك بنفسك. يعني تخيل لو أن أنت نشأت وبلغت مثلا سن 18 وأنت غير واثق بنفسك، كيف ستتكلم مع الناس؟ كيف ستقوم بإنجاز ما تريد أنت إنجازه؟ كيف ستنشئ صداقات؟ كيف ستضع أهداف أو طموحات تحققها؟ كيف ستتعامل؟ كيف مع نفسك مع غيرك؟ كيف ستنظر إلى الحياة؟ حياتك ستتدمر. أنا لا أقصد هنا الثقة بالنفس اللي هي النفس اللي هي المقصود فيها في عند الصوفية أو عند مثلا علماء تهذيب والوقائق، اللي هي النفس الأمارة بالسوء أو هي المجانبة للروح والقلب وما ذلك. أنا أقصد أنك تؤمن بقدراتك، تؤمن بقدراتك، تثق بربك، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إن اجتهدت فإن الله سيوفقك وأن أنت لك قيمة. في الحديث لا يحتقر أحدكم نفسه، واحرص على ما ينفعك. وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم، الشيخ عثيمين قال أن قوي الإيمان، الشيخ صالح فوزان قال لا، قوي البدن، لأن قوي البدن يحتاج إليه في الجسد في أمور، وهو يشمل يعني قوي الشخصية، قوي الإيمان، قوي الجسد. فلأن إذا قلنا قوي الإيمان لن يكون يعني ما لا أعرف، لكن مجرد التأمل في الحديث قلنا أن المؤمن القوي الإيمان المقصد فيه أحب الله وخير من الله من المؤمن الضعيف الإيمان، لن يكون الحديث أي معنى. يعني كأنك تقول المؤمن الذي يصلي خير من المؤمن الذي لا يصلي، يعني ما تستقيم. المؤمن قوي الإيمان أفضل من المؤمن غير قوي الإيمان، ما تستقيم. فالشيخ صالح فوزان أتوقع أن هذا الخلاف قد يكون يعني ضارب في القدم بين العلماء، الله أعلم، يعني يراجع في مضامنه. ذاك الشيخ صالح فوزان قال لا، هذا قوي الجسد. بسم الله. لازم أسمي مرة واحدة بس ما شفيني. نعم، فإذا أنت كنت تنظر إلى نفسك على أنك أنت صاحب قدرات وأن أنت يعني ممكن أنك، هذا الشيء طبعا لن يضمن لك النجاح، أكيد لن يضمن لك النجاح، لكن سيساعدك بشكل كبير جدا على أنك أنت تنجح. يعني أقصد يعني عندما أقول أن مثلا نجاح وكذا، أقصد أنه يعني في الشيء الذي أنت صدد في صدد تنفيذه، كنت أنت مثلا تريد تفعل أي شيء في حياتك، فإن إيمانك بقدرتك على فعل هذا الشيء هو بداية الطريق، كما يقول جيمس آلن، كما يفكر الإنسان
في أغلب وقته يكون. وما فيك كما قال وكما في وكما وكان المثل الذي في تراثنا ما فيك ظهر على فيك. ف وما أسر أحد سريرة إلا ظهرت على فلتات لسانه كما قال تعالى وتعرفهم من لحن القول. لا أقصد أنك أنت تتظاهر أبدا، من يتظاهر ينكشف. أنا أقصد أنك أنت تفعل الصواب، وحينما تفعل الصواب فإن ثقتك بنفسك ستزيد. حينما تقوم بأفعال صالحة، أعمال خيرة، حينما تبتعد عن ما يضرك، فإن هنا ثقتك بنفسك تزيد. وكلما فعلت الأمور الصائبة كلما زادت ثقتك بنفسك، كلما ظهرت النتائج الإيجابية على حياتك. وأنا أقصد هنا أنك أنت تؤمن بذاتك من حيث أن أنت تعرف بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، تعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك، أن الله يحبك سيكتب لك الخير. أن تعلم بأن هذه الصعوبات من ورائها الأعطيات، وهذه التحديات من ورائها المكافآت. ولا تطلب أن الموضوع يكون سهل، بل أطلب أن أنت تكون أفضل كما قال جيمون. ولا تطلب القليل من المشكلات، بل أطلب الكثير من المهارات كما قال أبو تمام دعيني وأهوال الزمان أفانها فأهواله العظمى تليها وغائبه. وكما قيل أظن نقل ابن القيم رحمه الله أيضا أبو تمام رحمه الله أرجم على العقلاء أن لا تنال راحة إلا بعدم راحة. والمقصد أنك أنت تعمل على شيء، تعمل على ما أنت تريده. ليس المقصود من العمل أنك أنت تكون كحمار المكدة أو كالدابة. المقصد من العمل هو أنك أنت تنجز ما قلت أنك أنت ستنجزه، أنك أنت تصبح مفيدا للناس ولنفسك، أن أنت تشعر من داخل بأنك أنت فعلت شيء ذو معنى ذو قيمة، أنك أنت شاركت في المجتمع، أن أنت أديت رسالتك، أديت ما عليك، أصبحت رجلا وقمت بما يتطلب منك القيام به من النفع من المساهمة. من الأمور التي ستساعدك في ذلك أو أن أنت حينما يعني تركز على نعم الله عليك فإن هذا ما سيزيد. وأتأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم، يعني ما تركز على نعم الله سبحانه وتعالى تشكرها فإنها ستزيد. كذلك مثل نفس الشيء حينما تركز على الأمور التي تسير على ما يرام في حياتك وتتطلع إلى أيضا تطويرها والاستفادة منها والنفع ونفع الناس منها، خلاص عاد خلاص إيه 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 إنزين ونفع الناس بها. أيضا من الأمور التي يعني ممكن أو يحسن فعلها في هذا الصدد وأن أنت توجه توكيدات لنفسك أو تكتب أمور يعني سارت على ما يرام ثم يعني تلمعها أكثر. مثلا يعني أو تكتب أمور التي سارت على ما يرام كمثلا والله الحمد لله أنا استطعت أني أنا أترك الهاتف كذا كذا، الحمد لله أنا استطعت أني أنا استيقظ مبكرا كذا كذا، الحمد لله أني نمت غدا أمس كذا كذا. أيضا تضيف أشياء تحب أنها تكون موجودة في حياتك مثلا، أو يعني تحاول أن أنت تعطي نفسك قفزة للأمام، ليست كبيرة لكن قفزة تستطيع أنك أنت تستشعرها وتراها، فتقول الحمد لله تخلصت من الهاتف وإن شاء الله لا رد ولا رجوع إلى هذا الأمر، الحمد لله أنه ومكنني من أنا أبرمج نفسي يومين بحيث لا أرجع، الحمد لله أنه هو شغلني
بالحق بدلا من ان اشتغل بالباطل. الحمد لله. فتذكي امور او تذكي امور وانا قمت واصبحت اقرا كل يوم مثل 100 صفحه وبالاسبوع اقرا كذا. فهذا السيناريو التطويري سيساعدك على انك انت تؤمن بذاتك، على انك انت تتشجع لفعل هذه الامور. طاب يومكم وآمنوا بأنفسكم واحمدوا ربكم واشكروه، وبأمور من كل من جد وجد وكل من سار على الدرب وصل. في أمان الله.